ديزاين الكاست الأبر للبارشة، بما أنه هذا مو فري إند، يعني مو منطقة النهاية واحدة من الجوانب ما بيها أسان، لا الجهتين بيها أسان، فنسويها هورس شو. إذا كان فري إند يعني ماكو أسان خالية، فنسويها فول كفرج، يعني تغطي البلد كله حتى تعطينا ريتينشن. تمام، زين هسه نبدي نرسم الديزاين، كل الزوايا قلنا تصير راوند، هذه لنهاية التوث حتى تحقق لي الريسبروكال آرم. تمام، نهاية التوث حتى نسوي الريسبروكال آرم. هذا هم نفس الشيء نكمله لنهاية التوث، ما يعبر لهنا طلاب وبعدين يعبر على جهة البوكال، لا نهاية التوث خلاص. هاي هاي بالنسبة لللينجوال. هسه نجي على جهة البوكال، نجي من بداية التوث هم الزاوية تكون راوند، ومنهم ماتينا ننزل، هاي عندنا الفرينة وما ندخلها بالديزاين. هاي هسه عندنا جهة الليبيل نفس الفكرة، كلها تصير راوند. هنا عدي الفرينم، هاي لازم شو نسوي؟ شوية نعطيها مجال نفتحها. ليش قلنا الفرينم من يجي نيمها لازم شوية نعطيها مجال حتى شو تسوي للدنشار؟ حتى شنو؟ هو ليش الدفعة؟ بس الدفعة مو يتأذى السوفت تشو مال بيشن مرتين ثلاثة، يصير ماستيكيشن عنده، يضغط على الفرينم يأذيه. هذه هنا عند الفرينم تشيك، تمام، هنا رأسا تحزها هاي من هنا، يقوم يضغط الدنشر عليها فتشقها للفرينم ويلتهب السوفت تشو للبيشن. فشوية شنو نعطيها أعلى من المسافة حتى نخلي لها مجال هالمليمين هاي أثناء الماستيكيشن ويضغط البيشن من تنزل ما تأذي الفرينم، أدي أنا مطيتها مجال. زين هسه نجي جهة البوكال الثانية، نفس الحالة الفرينم ما ندخلها، مو من ضمن الديزاين، لو كان البريمولر رايح هنا كان إيه اضطرينا ندخل الفرينم ونفتح لها هم مجال. قلنا الزوايا تصير راوند، خلاص هسه رسمنا الديزاين، ها هي هسه نأكد على الريسبروكال آرم، كلها نحددها ويا خط السيرفي نطوخها حتى من نحط الريكورد من الواكس يبين، ونقص الواكس عليه كلها نطوخها الخطوط مال السيرفي، مو انتو تخططون خطوط السيرفي هي نفسها تطوخوها. سعدنا هاي بعد من نسوي الريسبروكال آرم طلاب، أريدها تكون واضحة ومرتبة. عندنا هنا مثل مثل الفوسة هاي كلها تتعبى واكس، تمام، هذا خط السيرفي، مجرد أطوخه ما أخط أني خط من وحدي، لا سعدنا هنا هذا مطوخي. من نوصل جهة البروكزيما لازم كلها الكلاس بيتغطى ما يكون ظاهر. خلاص هذا الديزاين اللي اليوم راح نرسمه لهذا الكاست. هسه نجي نبلش بالسوفتنينج، بس دي تصور انت وحدك.